ركزولي على هذا السكين يا طيبين. سكين هذا السكين من أقدم سكنات فري فاير موجودة باللعبة ومن أندرة ومن أحلاها كمان ومرغوب كتير 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 يا جماعة. أوكي الآن يا شباب يا شباب يا شباب بنات ركزوا معي كيف لأنه نقول بنات لأنه في سكن البنات بنات كمان وهذا يلتبس البنت كمان. أوكي اليوم يا أخوان ما أعرف كيف بدي أبلش صراحة. ربح إن شاء الله بإذن الله تعالى 3 أشخاص. أوكي بس ولكن شباب اول شرط شباب بتعرفوا شباب صار لنا زمان تاركين اللعبه وتاركين المنصات مش تبعوا كل هالشيء. اول شرط شباب بدنا دعمكم كل شخص داخل على هذا المقطع دعمكم حبايبنا بدنا نوصل 10000 لايك. 10000 لايك شباب عملناها من زمان و10000 يعني من العادي ما بطلب كثير شباب هيك طلبات بس ولكن هالمره بدي همتكم بدنا دعمكم يا شباب. اول شرط وصل 10000 لايك يا طيبين. اوكي سهل بتعرف يعني بنعمله تقول لنا اوكي. وبالمناسبه راح نشوف الان كم راح يكلفنا اوكي وراح نشوف الاوضاع كيف راح اقول لكم شو بعدين عشان تحصل عليه يعني الخطوه الثانيه. اوكي اول شيء خلينا نشوف كم راح يكلفنا هذا السكين. هون شباب هون عندنا طبعا هون ما اعرف كم بتكلف لازم ادخل حساب ثاني او اشوف كم راح تكلف اللبسه هي بس اكيد شكله شغل ابو 200 ولا 300 صراحه ما بعرف انا بس لكن راح نشوف اوكي يلا الان عنا انتظر من هول هاي اخر مقطع لنشوف لكم شو الطريقه الثانيه. اوكي بس نشوف اول شيء كم راح يكلفنا. يلا هون عنا توكنات هذول عنا توكنات هيك مثل ما انتم شايفين بس تصوير شغال تصوير شغال. هون عنا توكنات مثل ما انتم شايفين يا شباب راح نبلش نلف اول لفه. اوكي اوكي عنا واحد توكن هون اثنين توكن ثلاثه توكن صار اعطونا توكنات يا ولي ول. اوكي هاي صار ثاني لا 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 نيو 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 هاي صار تاني لفة رح نلف هلا تاني لفة وقف شوي اوكي يلا هاي تاني لفة هون حسنا صار 12 توكن اوكي طبعا ممكن يطلع السكيم اول لفة ولا تاني لفة فهمت علي شو بس لكن اشوف حظي كم رح يكلفنا. اوكي اوكي قولي هاي صار جمعنا 24 توكن اوكي هاي صار تالت لفة نشوف ايوه زين توكن حلو والله جيجي اوكي هاي صار ثالث لفه صار معنا 42 اوكي الرابع لفه لنشوف اوبا صاروا 60 خامس لفه يا معلم ايو هي سادس لفه اوبا السابع لفه اوه يلا يلا ايوه والله بلش يطلع ها صح يلا يلا كم وصل العداد معلم ايوه هاي صار وصل يمكن صار 10 لفات هذا وين ما بقعد 10 لفات صار تقريبا 200 حلو يلا نكمل شباب نحاول نجيب السكنات الثانيه ايوه كم صار معنا صار 200 حنحاول نجمع تقريبا 300 لنوصل 300 عشان نجيب الشخصيه شغلتين هذول اوكي روح هلا يلا هاي صار معنا 300 يا سلام حلو اوه باقي لي وحده لا كنت ضربت يلا معلش ها هاي صار معنا 300 شيء حلو اوكي والان راح نحصل على هلا السكين اوكي راح ناخذ تبع الشاب تمام نعمل له حسنا نعمل له تزويد لنشوف السكين كيف طالع مع هيك مع التيشيرت هاي طبعا هون هي رح ناخذها بعد شوي بنجربها على البنت اوكي يلا بلش اول شيء هون ونشوف كيف طالع السكين هيك مع يا سلام لا لا هذا السكين على نفسه لا ناقصه اضافه خفيفه طولوا بالكم الاضافه الناقصه يا اخي هيك والله طالع السكين اللبسه شكل خرافي وين يلا امشي يلا وين بدها تطلع يلا يا زيد صلوا على النبي ايوه اها يا سلام عليك اوكي هيك الوضع عندنا صار باللوز يا سلام وضعنا جاهز ندخل جيم واحد هيك الزب الوحيد كالعاده بتعرف انك تبقى حبيب مود الزب الوحيد مود خفيف لطيف وسريع مش باللوز هات نشوف السكين كيف صار وضعه معلم خلينا ناخذ النسر الصحراء هات نشوف السكين كيف اوه صراحه كله ابيض يا جماعه صاير شيء باللوز مع هي القبضه كمان كله ابيض على هيك شكل لون ذهبي هيك اصفر شيء حلو اوكي المحارب الكريم معنا المحارب الكريم هذا هات نشوف الو وين صاحبنا هذا هو اي ولا لا لا لا
ول يلا نجيب واتشات ولا ما نجيب واتشات؟ لا بدي يموت. هاي ليه زباله؟ انا شكلي شايف راح اموت يا شباب لحتى اجيب وان شوت. هلو برو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايو خذ لك هاي. لا 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 ما والله صعب صعب. ايه مخربان يا شباب لازم نصلحه. والله قتلني يا شباب كل شيء لا اجيب ولا شوت. يا الله الله اسطورة اعطيناه لايك سائل. اوكي المرة اللي حاب اجيب وان شوت هيك معلم خلص ما يصير هيك يعني. وصح انا تارك لعبة صار لي فترة بس ولكن خلص بدنا نشكل الوضع ولو عيب ما يصير. تعال هون تعال 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 وهنا قول قول لي ول معلم هذا شكله عم يلعب علي مقلب النوم هذا يا ول بيعمل حاله هيك حركات شقني وات والله جيج عليه كيف يا وحش. اوكي يلا نكملوا شو راح يشتري هالمرة. يلا برو يلا وينك جيتك شايف سنايبر راسك 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 انتبه راسك ها وين ليش ما بطلع راسه ولا اجيبه هيشت معقول اقدر اجيبه هيشت من هون. لا ما زبطت ساعته هون. يا الله راح اروح على حالي هيتشوت باللوس. هذا هو هذا هو هذا واو شايفك تيجي كملوا. ايوه هذا هو هذا حاول جيبوا هيتشوت هيك وعليهم السلام عليكم. ايو 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 برو يلا 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 حرام تزبط كيف تطلع ضغط حلو عبي دمو خلي عبي دمو اسطورة. يلا تعال اوكي ما قلت تصير اللقطة يا شباب ولا تطلع اللقطة حلوة هيك هيت شوت وينه هذا وشو عم يخبي راسه. اوه يا ديو والله حلوة زبطت معنا جي جي. اوكي رح ناخذ شدقن نروح نضرب نهجم نهجم رح اخلي له الجيم اخر شيء طبعا رح اخلي له الجيم رح نخلي له الجيم يا شباب سيك معلم عشان هيك تشيك ليست الوضع. تعال برو وين رحت؟ ايو ايو ماي فريند تعال لك تعال يا ول يلا خلينا خلينا اختنا معنا نعطيه الجيم اسطوره كافو عليك. ايه طول بالك حجي ها يا لطيف. لا خلاص يلا رح نعطيه الجيم معلم رح نعطيه الجيم خلاص يلا تعال برو وين رحت؟ يلا ها تعال اسطوره كافو طب شريك هلو قتلنا يلا كفو عليه جي جي. اوكي يا طيبين هيك بنكون وصلنا للمرحلة الأخيرة تاني مرحلة وهي الأخيرة يعني للمسابقة. طيبين مثل ما بتعرفوا السبب أنا بحب كثير أفتح بث مباشرة اوكي أيام زمان كنت أفتح على الفيسبوك تمام ولكن الشباب في منصة نازلة جديد تمام هذا الشيء لسه مو في شيء محدد اوكي بس ولكن طيبين رح نحط لكم روابط الموجود تحت بالتعليقات عفوا بالوصف الموجودات تحت اوكي تيك توك فيسبوك يوتيوب ومنصة الجديدة اوكي او المهم باختصار راح ننزل بوست على انستغرام اوكي وتعملوا الخطوات هذول الاربعة تمام تركوا تعملوا سكرين شوت وتبعثوا لي اياها على الانستغرام راح يكون السحب يا شباب هناك اوكي راح ننزل في وقت ان شاء الله بوست اليوم من هون للمساء نزل بوست وراح يكون كل شيء هناك على الانستغرام بس ولكن شباب اول شرط اهم شرط نوصل 10,000 لايك اوكي بعد ما وصل 10,000 لايك راح يكون كل السحوبات وكل شيء باللوز وراح تكون عن طريق التواصل راح اتواصل معكم عن طريق الانستغرام ونكون لكم تفاصيل باقي تفاصيل المسابقه اوكي راح يكون الحدث
ولا ما في مشكله ولا يعني ما تخافوا. اوكي حدث بخلص 16 يوم راح نربحكم شباب، ممكن نربح مو بس ثلاث اشخاص، ممكن نربح اربعه خمسه، نشوف كل شيء وتفاعلكم. اوكي تمام، همتكم شباب مشاركتكم وصل 10,000 لايك وتابعونا على انستغرام، كل شيء راح يكون تواصل على انستغرام. اوكي جو.